إذن اغتنم هذه الفرص السامحة ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، وابدأ في تصفية الملفات، ابدأ في الجلوس مع نفسك وكتابة الأعمال التي تريد أن تعملها، كتابة الأفكار، ابدأ في وضع الخطط، ابدأ في رسم حياتك وحياة أبنائك وزوجتك، شارك في بناء المجتمع، شارك في بناء الوطن، شارك في الحفاظ على دينك وعلى أمتك وعلى وطنك، لا تؤجل، والجميع يستطيع. هذه المناسبات يجب أن نفتح معها صفحات جديدة، والأمر ليس صعبا أيها الإخوة. علينا إذن أن ننظر، يعني بإمكانك أن تجلس مع نفسك أو مع إخوانك أو تستمع. الذين ألفوا في السيرة النبوية، الذين ألفوا في العمران البشري، الذين ألفوا في كيفية استغلال المواهب والقدرات وتوجيه المهارات، كل هذا يصب في مصلحتك، وبإمكانك أن تستفيد من كل ذلك. مهارة إدارة الوقت والأزمات وإدارة الحياة، نحن الآن أصبحت عناية الإنسان بنفسه وأسرته وأولاده ليست شيئا هامشيا في الحياة، بل هو جزء أصيل من حياتك. لا تجعل العناية بالذات والعناية بالأسرة والأولاد شيئا ثانويا هامشيا، لابد أن يكون هذا أصيلا في حياة الإنسان، يجب أن يكون شيئا أساسيا في حياتنا. أيها الإخوة، الكثير من التحديات كما ذكرت، يعرف ذلك من يخوضون غمر هذه الحياة. في واقعنا أشياء تتعلق بنفسك أنت، لديك احتياجات تختص بالجوانب الإيمانية، تتعلق بالصلاة، تتعلق بالزكاة، تتعلق بالتخلص من بعض المعاصي، لديك أشياء تختص بجوانب الصحة، صحتك، العمر يتقدم والإنسان يكبر، لديك أشياء تختص بالعلم والمعرفة واكتساب مهارات متعددة. نجد الآن الكثيرين يلتحقون بمراكز ومعاهد وكليات حتى وإن كانت أعمارهم كبيرة، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى زيادة العلم وزيادة الوعي والمعرفة، أصبحت هناك حاجة للتفريق والتمييز بين المعلومات والمعارف والأشياء. أصبح الطفل والصغير والابن أكثر مهارة من الوالد، وفي موضع من المواضع أو موطن من المواطن سيكون الطالب أمهر من الأستاذ. أنت محتاج إذن إلى إعالة البناء المعرفي لديك، هذا على المستوى العلمي والثقافي. العلم متجدد الآن، تضاعفت المعارف والمعلومات، لن تستطيع أن تبقى طويلا في ظل الانفجار المعرفي الحالي، لن تستطيع، ستتلاشى الفوارق العمرية والفوارق المكانية، لن تصبح المدن أعلى شأنا من القرى والأرياف، سيكون الذي يسكن الأرياف متساويا مع الذي يسكن المدينة في المعرفة والثقافة، وربما صار أكثر دراية
إذن أنت محتاج إلى تنشيط الجانب المعرفي.